السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون، مرحبا بكم. حسب بعض صحف النظام الجزائري، وحتى ما يكونش بعنوان كبير ولكن جاء داخل العنوان الخاص بالقمة العربية، جاء مثلا في يومية الشروق بلا ما يكون المفروض حدث، المفروض هذا حدث، حط تبدأ به تفتح به، يقول انه هايلي فجت العنوان مبعوثون جزائريون الى القادة العرب لتسليم دعوة المشاركة في القمة. اوكي، ومن بعد يقول لك بدأت ملامح قمة الجامعة العربية، هذا واش اللي جا في يومية الشروق. يقول لك شرعت الجزائر في إرسال دعوات الحضور. بعد يروح يقول لك وفي هذا السياق ما كان لا عنوان فرعي ولا عنوان رئيسي، والمفروض راه موضوع هذا هي الصحافة، هذا اللي يحب يعرف يدير الصحافة، هذا يجي عنوان مرشد كبير ويجي فيه تعليق وفيه آراء تاع أخصائيين، يعني فيه نقاش كبير، لأنه هذا ما هوش حدث سهل بسيط. يقول لكم في هذا السياق فإن مشاركة المملكة المغربية في هذه القمة أثارت الكثير من الحبر، أثارت الكثير من الحبر، لهذا يجب التنويه أنه وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية، وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف، وبهذا تكون الجزائر قد رفعت الحرج عليها وعلى الدول الأعضاء سواء بالموافقة أو رفض طلب الاستقبال الذي سترسله الجزائر. شوفوا هنا عشان يقول لازم المفروض فيها نقاش وفي هذا. العصابة شفت روحها محصورة ظهرها للحيط، أكولي دو أمير. ما هي مصر والمملكة العربية السعودية قال لك ما كانش قمة، واش داروا؟ قال سنا باش نلعبوا كلي ما كان والو، فهموا مع سوريا وكذا، قال يا ولدي هيا نبطلوا حكايه حضور سوريا. ولا سوريا بعد ما قالوا ما سحقوش نجوا. بعد بقات حضور المغرب. قال حنبعثوا دعوه، نبعثوا مبعوث رسمي لتبون. تبعتهم بلاصه رسميه. يقال كذا ماهيش علاقات ثنائيه، وزيد يعني الجزائر باش رفعت الحرج عنها، لانه فيها حرج، فيها انجان. وحرج ثاني للدول الاعضاء، لان الدول الاعضاء ما يقدروش يجوا يشاركوا والدوله عضو ما تشاركش ما يعرضوهاش. الدول المنظمه ما تعرف دوك الدول المنظمه ما نشوفهاش. تحت الضغط قال لك نمشيو. نبعثوا لهم دعوة، والدعوة هذه شغل يفخوا بها، هذه تعتبر دعوة فخ للمغرب. أنا هذه القراءة اللي ندير، هذه دعوة فخ للمغرب. احنا ندعو رئيس ملك المغرب، إذا جاء مشكلة، مشكلة. إذا ما جاش وف تهنينا ورانا نحينا الحرج على رواحنا، تبقى الكرة في مرمى المغرب، وبالتالي نعقدوا القمة ديالنا. نحن عرضنا ملك المغرب، جا ولا ما جاش. هذا اللي علاش نقول الفخ، لأنه هنا راح نخليو الملك المغرب الحرج يطيح عليهم هما، الحرج يطيح على المغرب.
ما لهم قال اي احنا تخلصنا من الحرج هذا، نحن اللي رحنا الحرج، خليه الكره في مرمى المغرب. لانه انتقاد على العلاقات، غلق الحدود البريه والجويه، تتهم في المغرب بشيء اللي ما كانش، راد جاء العدو الاول ديالك المغرب. فرنسا اللي قتلت لك ودارت لك والو، اسمح معها. كي جا ماكرون الانبطاح، طول الموند اتير. وبعد جي تبعث تقول له اروح تحضر، باش تقول لي راح يرد دابور قبل ما نمشيو لرد فعل المغرب. شكون اللي راح يدي الدعوه؟ من المفروض العمامره، لانه هو اللي راه قاعد يدور ويلعب دور العرابه، راه يلعب دور العرابه. طب 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 على سلامتكم، راح نديروا العرس، راكم معروضين. اذا العمامره ماشي هو اللي يروح، شكون راح تبعث؟ عمار بلاني. اي نعم، المبعوث الخاص للصحراء الغربيه ودول المغاربيه. شوف في التسميه حاطين الصحراء قبل خمس دول، الصحراء قبل خمس دول. نعم، شكرا، ما عليه، خلينا هذا ستان ديتاي حتى ما كانت عنده اهميه. عمار بلاني قادر يروح، عنده وجه يقابل به. هذاك اللي حاطينه زعيم الفتنه، زعيم الفتنه قاعد خالص باش غير يسب المغرب ويستفز المغرب. وبعد كلموا عليه في موضوع باش ما ندخلوش شعبان في رمضان، كلموا عليه في موضوع اخر. دونك وعلاش نقول شكون يبعثوا؟ احنا باش نعرفوا النيه. إذا أنت تبعث وزير خارجية ولا هذا المبعوث الخاص، يعني راي نيتك إلى حد ما دايرة مليحة، حتى وإنك تتمنى ما يجيش الملك، حتى ما ديرلوش طابيروج وما تجيش تقابله وتسلم عليه. أسكو تخمس معاه؟ أسكو تسلم عليه كما الآخرين؟ أسكو راح تنافق؟ هنا يا امتحان كبير لتبون، امتحان كبير لتبون. كيفاش راح يدير؟ العصابة دارين حساب، يقول لك هذا ماهوش راح يحصل، الملك ماهوش جاي. نراهم مراهنين على انه الملك ما يجيش. وعلاش؟ ماشي على جال العلاقات الجزائرية المغربية ولا، لانه الملك من عادته ما يحضرش القمم العربية، خاصة الأخيرة، هذول القمم الأخيرة ما يحضرش. دونك يبعث وزير الخارجية، وهنا أوف يتهنى، يقول لك تهنينا ما جاش الملك. وبالتالي حتى محاولة تاع العرب باش يصلحوا ما بين الآخر ما كانش، وتتم القمة بسلام. هذا احتمال ان الملك ما يجيش، بعثنا له دعوة ما جاش، الكرة في المرمى ديالو، احنا درنا اللي علينا، درنا الواجب، اشهدوا يا عرب، درنا الواجب ما جاش خلاص. اما اذا جاء هيا منفرجني في تبون وشنقريحة وجماعة، كش راح يديروا؟ ايه راجل عمره ما عايبهم، عمره ما قال عليهم كلمة عيب. قل لي صحافة تاعو، صحافة مدورو راهي اكثر واكثر، صحافة مدورو تاع الجزائر وصحافة مدورو تاع المغرب كيف بعضهم. ولكن لما نسمعوا الملك بالعكس، نذاك يطلب قال أرواح نحكيو مع بعضنا، ما كانش. والجهة الجزائرية تبون يعني ما خلى ما بقى،
كي فوايو سي فوايو. نورمالمون ما يقولش كلام هكذاك. حتى كي جا كاتب الدوله الامريكي دار كاتب هالو يقول له المغرب ضربنا في 63 اللي ما صابش واش راه المغرب 63 وفرنسا وقتاش ما ضرباتكش يا ولد الحرام عاش حتى كيفاش دافع على روحك ما عاش حتى دافع على روحك ما عليه. المهم مجمل القول العصابة راح توجه دعوة لملك المغرب ترفع الحرج عن نفسها تفتح أبواب انعقاد المؤتمر القمة لأنه القمة كانت بطلت مصر والسعودية قالوا تيرميني والاخرين يتبعدوا للخارج كامل قالت ما كانت لا أنا الفوايوات قالك هذه الفوايوات حماها هضر معاهم دونك على ضوء الاجتماع تاع وزراء الخارجية تاع الدول العربية اللي اجتمعوا في مصر تكلموا على القمة شغل العصابة الحاكمة في الجزائر طلعوا حبته قال شوف ايا نعرضه نبعث له دعوة ما يجيش واحد يقول راه مريض الاخر يقول لك ماش ما في حضر القمة العربية ويقول لك خلي احنا نرفع الحرج ونوضعها عليه هو. Shut up!